بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من محافظة الوجد. تقول أختكم في الله أم أحمد: أم أحمد، عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم أولا الشيخ صالح، فتقول: في السنة الماضية نويت أن أصوم يوم عرفة، وذلك لأخي لي قد توفي، أي أني صمته لينال أخي رحمه الله الأجر والثواب، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وإن لم يكن جائز فلمن أجر صومه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه لا يشرع الصيام عن الغير إلا الصيام الواجب بالنذر، أو الصيام الذي يكون من شهر رمضان إذا كان عليه صيام ومات ولم يقضه مع تمكنه من القضاء، لكنه فرط ومات قبل القضاء. بعض العلماء يرى أيضا أنه يصام عنه مثل ما يصام عنه في النذر. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي رواية: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. أما صوم النفل فإنه لا يصام عن الميت ولا عن الحي، وإنما يكون أجره للصائم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لقد ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان مثل زبد البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز قولها وذلك بأن يكون ثوابها بابن المتوفى؟ لا بأس بذلك، أن يقول الإنسان هذا الذكر أو غيره ويجعل ثوابه لغيره من أقاربه الأحياء والأموات، ينفعه ذلك بإذن الله، لأن هذا مثل الدعاء، هذا ذكر يشبه الدعاء، والدعاء للأموات والدعاء للمسلمين مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الخرطوم في السودان المستمع محمد يوسف محمد بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: هل تزيين المرأة في يوم عرسها بشعر صناعي هل ذلك جائز أو لا؟ هذا غير جائز، وهو من الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو فعل بها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيره، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك أن يفعل بها. فهذا أمر لا يجوز لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الدعاء في جماعة بعد الصلاة جائز سواء أكانت الصلاة فرضا أو نافلة؟ الدعاء الجماعي غير جائز وهو بدعة. أما الدعاء الانفرادي بأن يدعو المسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين منفردا عن غيره فلا بأس بذلك بعد الفريضة وبعد النافلة، لأن هذا الوقت مظنة الإجابة بعد الفريضة أو بعد النافلة على إثر الصلاة، فيرجى إجابته، لكن بصفة انفرادية لا بصفة جماعية. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من نسي شيئا من القرآن بسبب مثل السعي في طلب الرزق؟ لا بأس عليه
إذا نسي القرآن بسبب انشغاله فإنه لا يأثم بذلك، ولكن يكون قد خسر أجرا عظيما، وكان الأولى به المحافظة على هذا القرآن وتلاوته، ففاته خير كثير وبإمكانه أن يتداركه، وربما يكون هذا النسيان بسبب الهجر، هجر التلاوة. فعلى كل حال هو الإثم لا يأثم، ولكن يكون قد ضاع منه خير كثير، فعليه أن يتداركه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل يقول: هل يجوز أكل لحم سمك القرش أو القرش مع أنها مفترسة؟ وهل للسمك زكاة كما للبقر والإبل والغنم؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر أنه حلال، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ما لا يعيش إلا في البحر من أنواع السمك إنه حلال أكله، ولا يستثنى من ذلك شيء على الصحيح، ولا يحتاج إلى زكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والطحاء، وأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. فميتة البحر حلال، إنما الزكاة تجب في حيوانات البر التي لا تعيش إلا في البر، هذه هي التي يجب أن تذكى قبل أكلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. ومن هذا الإمام الذي يجب التعلق به ومعرفته، ومن الإمام في وقتنا المعاصر؟ جزاكم الله خيرا. ولي الأمر، الإمام هو ولي الأمر في البلد الذي أنت فيه من بلاد المسلمين، فولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين في أي بلد هو إمامه، فتجب طاعته والانضواء تحت لوائه لتكون مع جماعة المسلمين وتحت ولاية إسلامية. فمن خرج عن طاعة الإمام، إمام المسلمين، سواء كان إماما عاما أو كان إماما في بلد خاص كالولايات المتقطعة من ولايات المسلمين، كل ولاية لها والي مستقل، فعلى كل حال هذه ولاية إسلامية يجب طاعتها والانقياد تحت لوائها والانضمام مع جماعة المسلمين، هذا هو المقصود. ومن خرج عن ولاية المسلمين وعاش خارجا عن جماعة المسلمين وهو يقدر على أن يعيش معهم وأن ينضم إليهم، فإنه يموت على ميتة جاهلية، لأن عادة الجاهلية أنهم ليس لهم إمام، وإنما هم قبائل أو أفراد متقطعون لا تجمعهم ولاية ولا ينضمون تحت كلمة. أما لما جاء الإسلام ومن الله بهذا الدين فإن المسلمين جماعة واحدة، وإمامهم يكون واجب الطاعة عليهم، ما لم يأمر بمعصية فإنها تترك المعصية ولكن يطاع فيما سواها من الأوامر. نعم. جمعا للكلمة وحفظا لمصلحة المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الحقنة أو الإبرة من مفطرات الصوم أم لا؟ الإبرة إذا كانت مغذية فإنها من مفطرات الصوم، لأنها تكون بمثابة الطعام والشراب. أما الإبرة غير المغذية ففيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إذا كانت في الوريد فإنها تفطر أيضا، لأنها تجري مجرى الدم وتنفذ في الجسم، أما إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر، وهذا التفصيل هو الأقرب. ومنهم من يقول لا، ما دامت غير مغذية فإنها لا تفطر مطلقا، لا في الوريد ولا في العضل، ولكن الرأي الأول أولى وأحفظ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن أخت لنا تقول ألف حاء ألف، مقيمة في المدينة النبوية، تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم إزالة الشعر الذي ينبت في الساقين والذراعين بالنسبة للمرأة إذا أرادت التزين والتجمل لزوجها. لا بأس بذلك، لا بأس بإزالة الشعر من الجسم، من الصدر ومن الذراعين ومن الساقين ومن سائر الجسم، إنما منعت المرأة من إزالة الحواجب. وفي إزالة شعر الوجه خلاف بين العلماء، على كل حال ما عدا الحواجب وما عدا شعر الوجه بقية الجسم فلا مانع من إزالة، حتى للرجال لا مانع من إزالة شعر الجسم حتى للرجال، ما عدا اللحية للرجل، وعلى
عدا الحاجبين للمرأة، فالباقي ورأس المرأة أيضا يحرم عليها حلقه، وما عدا ذلك فإنه لا بأس بإزالة شعور بقية الجسم من اليدين والرجلين والصدر وسائر الجسم. جزاكم الله خيرا. ومنها ما إزالته من خصال الفطرة مثل شعر الآباط وشعر العانة وقص الشارب، هذا من خصال الفطرة بالنسبة للرجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من قلوة أم عبد الله الزهراني بعثت برسالة تقول فيها: أنا طالبة وربة منزل ولدي أطفال، فلا أستطيع أن أقوم بأعمال الكثيرة من رعاية شؤون المنزل واستذكار دروسي وتربية أبنائي على الوجه الأكمل مهما حرصت على ذلك، فإذا حدث مني قصور تجاه تربية أبنائي فهل علي إثم في ذلك في دوني؟ جزاكم الله خيرا. قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. والأولى بالمرأة أن تقدم عمل البيت وتربية الأولاد، تقدم ذلك على العمل خارج البيت إذا أمكن ذلك. أما إذا اضطرت المرأة إلى العمل خارج البيت مع التزام الستر وتجنب مواطن الفتنة فلا بأس بذلك الحمد لله، ولكن مهما أمكن أن تقدم حاجة البيت وحاجة تربية الأولاد فإن ذلك أولى وألزم، لأن الأصل في المرأة أن تعمل في البيت، هذا هو الأصل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أمي عجوز كبيرة عمرها يزيد عن 60 عام، وتقول إنه فاتها ما يقارب 3 رمضانات، أي 3 أشهر قبل ما يقارب 30 سنة، وذلك عند الولادة، فهل عليها القضاء؟ وإذا كان هناك مشقة عليها في القضاء فماذا تفعل، علما بأنها كانت جاهلة وتقول: كان الذي يفوت عليه رمضان يتصدق بصدقة ويعتقدون بأنها تجزئ عن الصيام، وجهونا جزاكم الله خيرا. الواجب عليها أن تقضي الأشهر التي أفطرتها ولا يسقط عنها قضاؤها ما دامت قادرة على ذلك، وأما أنها يشق عليها القضاء فبإمكانها أن تفرق القضاء حسب استطاعتها، لا يلزمها أن تتابع القضاء حتى تنتهي، بل يجوز لها أن تفرقه حسب استطاعتها وإمكانياتها إلى أن تنتهي منه، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من أجل التأخير كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. كونها كبيرة في سن معين شيخ صالح، هل لكم من توجيه آخر؟ إذا كبرت كبرا يمنعها من القضاء، كبر هرم، لا تستطيع القضاء، يكفي الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان يسأل جمعا من الأسئلة: أولا، عن مصافحة النساء بالنسبة للرجال، هل هي جائزة أو لا؟ مصافحة النساء بالنسبة للرجال الذين ليسوا من محارمهن حرام، لا تجوز، لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء اللاتي لسنا من محارم، حتى في البيعة ما كان يبايع النساء بالمصافحة، وإنما يبايعهن بالكلام، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما في مصافحة المرأة غير المحرم من الفتنة العظيمة، فالواجب ترك هذه العادة السيئة، ولو اعتادها بعض البلاد أو بعض القبائل فإنها عادة محرمة، والعادة إذا كانت محرمة يجب تركها ورفضها والابتعاد عنها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح عن تارك الصلاة، هل يجوز أن نأكل معه أم لا، ولماذا؟ تارك الصلاة إن كان يجحد وجوبها يرى أنها غير واجبة فهذا كافر بإجماع المسلمين، ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، وأما إن كان مقر بوجوبها وتركها تهاونا وتكاسلا فيجب إلزامه بها حتى يصلي، وأن يؤدب ولي الأمر حتى يصلي ولا يترك. وقضية الأكل معه إذا كان في الأكل معه مؤانسة له وانبساط معه وعدم إنكار عليه فهذا لا يجوز، لا يجوز لك مجالسته ومصاحبته سواء أكلت معه أو لم تأكل، صاحبته وهو لا يصلي وأنت ساكت عنه ولا تنكر عليه ولا تلزمه بالصلاة هذا أمر لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقوله لماذا شيخ صالح؟ كيف لماذا لا يجوز أن نأكل مع تارك الصلاة؟ لأن هذا من إقرار المنكر وعدم إنكاره. نعم. السكوت عنه. نعم. من فطر أو من أفطر في رمضان أياما معينة بعذر شرعي ولكن لم يتوفق في
قضاء تلك الأيام، كيف تنصحونه الآن جزاكم الله خيرا؟ يجب عليه القضاء، المبادرة بالقضاء الآن، عدد الأيام التي أفطرها، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير مع التوبة إلى الله عز وجل. الدعاء الجماعي عقب الصلوات وقراءة الفاتحة، ما هو توجيهكم بخصوصها؟ أما قراءة الفاتحة عقب الصلوات فهذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة، وبالذات دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب هكذا. وأما الفاتحة فلم يرد قراءتها أدبار الصلوات مطلقة، قراءتها والتزام ذلك بدعة. وأما الدعاء الانفرادي بأن يدعو كل إنسان لنفسه بعد الصلاة فلا بأس بذلك. وأما الدعاء الجماعي أو الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة أنهم يرتبون هذا الدعاء بعد الصلاة الفريضة ويدعون جماعيا بصوت واحد أو يدعو واحد والبقية يؤمنون. ما ورد هذا في تاريخ الإسلام الصدر الأول والقرون المفضلة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية وكل ضلالة في النار. فهذا محدث، هذه الصفة في الدعاء بعد الفرائض أو بعد النوافل محدث فهي بدعة. أما الدعاء الانفرادي كل يدعو لنفسه لا يرتبط بالآخرين فهذا أمر مشروع الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن قراءة الفاتحة عند المآتم، ما رأيكم في من يفعل ذلك؟ إقامة المآتم محرمة وبدعة، وتدخل في النياحة، تدخل في أكل المال بالباطل، وفيها محاذير عظيمة، فلا يجوز إقامة المآتم على الأموات، وإنما المشروع التعزية بدون إقامة مآتم. تعزية يعني يدعى للمصاب وللميت، تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك بدون إقامة مآتم. إذا لقيت المصاب أو جئته في بيته أو في أي مكان يوجد ودعوت له وواسيته فهذا أمر مشروع. أما إقامة مآتم وسرادقات وإمضاء أيام في الأكل والشرب فهذا واستئجار المقرئين وغير ذلك فهذا كله من البدع والآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولا قراءة القرآن فيها قراءة الفاتحة أمر مبتدع، لأن هذا ليس موطنا لقراءة القرآن، بل يصان القرآن ويعظم عن هذه المآتم البدعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عاطف حسن العوض يسأل أيضا عن القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، ما حكمه جزاكم الله خيرا؟ حكمه عند جمهور أهل العلم أنه بدعة إلا في النوازل. في النوازل إذا حصل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو أو خطر داهم المسلمين فإنهم يقنطون في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض حتى يرفع الله ما بهم. والقنوت هو الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة في النوازل. أما القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة فهذا نص أهل العلم على أنه لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر محدث. وأما رواية ما زال يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا فالمراد القنوت هنا طول القيام، كان يطيل القيام في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. صلاة الفجر لا شك أنها يقال فيها القيام والقراءة، قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والقنوت له عدة معاني، ذكر أهل العلم أن له 10 معاني منها طول القيام. المراد بالقنوت في صلاة الفجر والذي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا هو طول القيام فيها وإطالة القراءة، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا. أخيرا نسألكم جزاكم الله خيرا، إذا اضطررنا لتربية الكلاب أجلكم الله في المنزل، إذا كان هناك خوف من سرقات وغيرها هل لنا ذلك أو نكون آثمين؟ يجوز اقتناء الكلب للحراسة، حراسة المزرعة أو حراسة المواشي أو للصيد، كلب الصيد 3 أغراض فقط رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حراسة المزرعة أو حراسة المواشي كالأغنام
الصيام أو حراء أو الصيد في البر، فهذه الأحوال يجوز اقتناء الكلب من أجلها، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. ومن اقتنى كلبا لغير هذه المرخصات الثلاث نقص كل يوم من أجله قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم. فكون الإنسان يحصل كل يوم من أجله مثل الجبل العظيم، ماذا يكسب وماذا يحصل عليه من وراء هذا الكلب؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذه خسارة أخرى، أن الإنسان يمنع دخول ملائكة الرحمة إلى بيته. إذا لم تدخله ملائكة الرحمة فإنها تدخله الشياطين والعياذ بالله، فكيف المسلم يحرم نفسه ويعرض نفسه لهذا الخطر العظيم من أجل تربية كلب في بيته أو يستصحبه معه في سيارته، لولا أن التقليد الأعمى والتشبه بالكفار سيطر على بعض الجهلة وبعض المتساهلين من المسلمين. فالواجب التنبه لهذه العادة القبيحة، هذه العادة السيئة، وتربية الكلاب ومصاحبة الكلاب وإيواء الكلاب في البيوت، هذه كلها من عادات الكفار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من الأردن تقول إنها متزوجة منذ سنتين وعمرها الآن 33 عاما، وزوجها عمره 45 عاما، لكن القضية أن هذا الزوج غائب عنها طوال حياته، وهو يذهب بطلب الرزق هنا أو هناك، ثم تصفه بأنه لا يصلي، وإذا جاء عندها في رمضان فإنه يدخن ويكون مفطرا ولا يصلي، ويطلب منها ألا تخبر عنه أحد، ثم إنه يقتر عليها ويغيب عنها الفترة الطويلة حتى أنه لا يبعث لها كل 7 أشهر إلا بما يعادل 100 ريال سعودي. وحينئذ تستشيركم شيخ صالح، هل تصبر على هذا الرجل على ما فيه مما ذكرته لكم، أو تنصحونه بشيء آخر، علما بأنه يعاملها معاملة تختلف عن معاملة الأزواج لزوجاتهم، حيث يخفي عنها كل شيء حتى زواج سفره؟ جزاكم الله خير. هذا ليس زوجا لها ما دامت مسلمة، وهو على هذه الحالة لا يصلي ولا يصوم رمضان، فإنه ليس بمسلم ولا يجوز أن تبقى معه، لقوله تعالى ولا لقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. ولا تنكح المشركين، هذا محل الشاهد. نعم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن. قال سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج الذي يصر على ترك الصلاة ويستمر، بل ولا يصوم رمضان وينتهك الشهر ويفطر والعياذ بالله في نهار رمضان، فهذا ليس بمسلم ولا يجوز لك البقاء معه. دعينا من تقصيره في النفقة ومن غيابه عنك، هذه أمور محرمة، لكن أكبر من هذا أنه لا يصلي وأنه لا يصوم رمضان وهو حاضر مقيم صحيح، فهذا مستهتر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المخرج حينئذ شيخ صالح؟ هل تذهب إلى المحكمة الشرعية هنا؟ المخرج أن تطالب بالفراق منه، إن فارق بدون محكمة الحمد لله، وإلا فإنها تذهب إلى المحكمة وتطالب بالفراق منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة